بسم الله والحمد لله وعلى بركة الله ننطلق. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مشاهدينا الكرام عبر شاشة إثراء الساعة المباركة، تتابعون برنامج ديوان إثراء. هذا البرنامج يسلط الضوء على قضايا كثيرة ومنوعة ولا شك، من خلال القضايا الدينية الإنسانية الثقافية الاجتماعية وحتى القيمة. هدفنا واضح، هو إثراء المجتمع برسائل إيجابية. سندنا أيضا واضح وثابت عبر هذه القناة وعبر برامجنا كلها، الكتاب والسنة. لا شك أن من خلال عنوان حلقتنا اليوم راح نتكلم فيها عن الحياة الطيبة. قد تختلف الحياة من شخص إلى آخر، ولكن ثقوا تماما أن من خلال إن شاء الله حلقتنا اليوم محاورنا راح نتطرق على الحياة الطيبة بوجهة نظر الشرعية ووجهة نظر الاجتماعية. هذا الأمور إحنا محتاجينها، لا تيأس من ظروف الحياة، لا بالعكس إحنا نقهر هذه الحياة لتكون طيبة معانا. باسمكم مشاهدينا الكرام رحب بضيوفنا الكرام. أول ما أبدأ فيه دكتور فيصل مندني، إمام وخطيب وزارة الأوقاف. الساعة مباركة وأنا أتشرف فيك شيخنا. حياك الله، ساعتك مبروك شيخنا الغالي مبارك سالم العجمي، إمام وخطيب. الساعة مباركة ويا هلا مرحبا فيك، أتشرف وجودي معكم دكتور. آمين. دكتور عبد الله مقيف، الساعة مباركة وأنا أتشرف فيك شيخنا. حياكم الله وساعتك أبرك. شيخنا الغالي عبد الله المسباح، إمام وخطيب بصالح، يا هلا مرحبا فيك. الله يحييك ويبارك فيكم إن شاء الله. إذا ضيوفنا الكرام إن شاء الله مثل ما أنتم عرفتوهم وأيضا تعرفنا عليهم، وهم ليس فقط ضيوف وإنما هم أهل هذا البرنامج، وإحنا نفتخر فيهم ونتشرف أنهم يكونون واحد من هذا البرنامج. إن شاء الله مشاهدينا الكرام من خلال البرنامج وأيضا من خلال حلقتنا اليوم نتكلم فيها عن الحياة طيبة، راح نتكلم عن عدة محاور، لعل من أهم هذه المحاور راح نتكلم فيها عن قضاء حوائج الناس، راح نتكلم فيها عن إصلاح ذات البين، زيارة المريض. كل هذه الأمور قد نختلف من شخص إلى آخر في تعاملنا معها أو في طرح لوجهة النظر، ولكن الحياة ثقوا تمام بأنها طيبة إذا تعاملنا معها بشكل سليم وصحيح. خلونا ناخذ هذا الفاصل القصير ومن بعدها نكمل. من جديد حياكم الله مشاهدينا الكرام، يا هلا مرحبا فيكم. وعنوان حلقتنا نتكلم فيه عن الحياة الطيبة. إذا الآن راح نتكلم مع إمام وخطيب وزارة الأوقاف الشيخ عبد الله المسباح، يا هلا مرحبا فيك وأجدد لك التحية. لا شك بأن الحياة تختلف من شخص إلى آخر، ولكن أدنى مع حضرتك إن شاء الله راح نتطرق على قضايا مهمة نحتاجها سواء كان الأطفال أو الشباب أو كبار السن. الحياة الطيبة مقدمة عنها شيخنا الغالي. طبعا في البداية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كل إنسان يطمح لهذه الحياة الطيبة، وطبعا الحياة الطيبة كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يعني العمل الصالح هو من أعظم الأسباب للحياة الطيبة، مو بس يعني الحياة الطيبة، كذلك يقول الله سبحانه وتعالى ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يعني بأفضل عمل صالح أنت سبحان الله يعني قمت فيه في الدنيا، الله سبحانه يجزيك على أفضل عمل في الآخرة. طبعا الأعمال الصالحة يعني باختصار تنقسم إلى قسمين، في قسم يكون طبعا خاص وفي قسم طبعا يكون متعدي. طبعا العمل الصالح إذا كان متعدي يكون أفضل وأجر أكثر. يعني كمثال العمل الصالح إذا كان متعدي مثل قضاء حوائج الناس، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأن أمشي في حاجة أخي يعني خير من أعتكف في مسجدي هذا شهر. يعني لما يجيك تلفون بعض الأحيان أو اتصال من أحد الأخوة يكون له حاجة، خاصة في هذا الوقت ممكن في تلفون أنت ما يحتاج حتى تروح معه تتعب نفسك، ممكن باتصال تقضي حاجة هذا الإنسان. يعني مسجد النبي صلاة فيه 1000 صلاة، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان في حاجة أخي كان الله. يعني تخيل إذا الله في الله مو بحاجتك، الله غني ولكن الله يكون في حوائجك. يعني أنت كل ما سعيت في قضاء حوائج الناس ويعني تسهيل أمور الناس هذا يعني يرجع لك. يعني صورة الكهف يعني وكان أبوهما يعني صلاح الأب كان سبب يعني بحفظ كنز الأيتام. فالعمل الصالح والأعمال الطيبة هذه يعني خير ما إنسان يقدمه حق نفسه وحق أبنائه وتتفاوت. إحنا بينا العمل اللي يكون أجر الشخص نفسه والعمل اللي يكون متعدي، طبعا المتعدي يكون أفضل. إذا الآن شيخنا الغالي من خلال هذه المقدمة الجميلة والرائعة الله يجزاك خير عليها، إمام وخطيب الشيخ بصالح عبد الله المسباح، الآن عندك شيخنا الغالي الدكتور عبد الله نتكلم عن
مقدمة عامة عن الحياة الطيبة. نعم. لا شك أن يعني الحياة الطيبة هي مطلب كل أحد، يعني كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة وبني آدم الإنسان عموما يعني يطمح إلى حياة الطيبة، ولا شك أن الحياة الطيبة تكون بالإيمان والعمل الصالح، وهذا يعني اللي تطرق له الشيخ عبد الله، أن الله سبحانه وتعالى قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة تكون بالإيمان كذا وكذلك العمل الصالح. وبهالمناسبة يعني أنصح إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات برسالة يعني جميلة يعني لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه المفسر المحدث الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، له رسالة قيمة نافعة بهالمعنى اسمها الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. الرسائل المفيدة للحياة السعيدة. فيعني سبب تأليفه لهذه يعني الرسالة كما هو تطرق أنه في آخر حياته يعني أصاب مرض، أظن المرض الخطير مرض السرطان هذا، فحب أنه يعني يعطي نفسه شيء من الإيجابية فألف هذه الرسالة. وذكر في بداية طبعا هو ذكر 21 وسيلة الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، ذكر 21 وسيلة. أول هذه الوسائل قال أصلها وأسها الإيمان والعمل الصالح، ذكر هذه الآية. فيعني هذه الرسالة أنصح يعني كل الأخوة المشاهدين وأخوات المشاهدات باقتنائها وكذلك قراءتها، لأن هي الطريق للحياة الطيبة. أول رسالة اللي هي رسالة الإيمان، الإيمان وكذلك العمل الصالح، لابد أن نقرن الإيمان بالعمل. لذلك يعني نجد يعني أكثر من يعني كثير من آيات هذا الكتاب العزيز القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقرن بين الإيمان وكذلك العمل الصالح، فلا يكفي الإيمان فقط أو العمل الصالح فقط، وإنما لابد أن يقترن الإيمان مع العمل الصالح، لأن الاقتران الإيمان بالعمل الصالح هو الذي يؤدي إلى الحياة الطيبة التي يرجوها كل أحد. الآن شيخنا الغالي الدكتور فيصل منن أيضا نبي مقدمة عامة عن الحياة الطيبة. حقيقة نبدأ أن أنطلق من الآية اللي تفضل فيها أبو صالح، أن الله سبحانه وتعالى بعد ما ذكر شروط الحياة الطيبة، الله سبحانه وتعالى أكد بالجزاء هذا بأمرين. الأمر الأول بلام القسم، فلنحيينه ولنجزينه، هذه لام القسم، ثم بنون التوكيد في لنحيينه ولنجزينهم، هذه نون التوكيد. ثم الله سبحانه وتعالى قال بأحسن، وأحسن هذه من أفعل التفضيل، وهذه للمبالغة في الأجر الحسن اللي راح يحصلونه يعني من آمن وعمل صالحا. فالحياة الطيبة حقيقة أجرها عند الله سبحانه وتعالى معناها ما لا حد معين، ثوابها في الدنيا وثوابها في الآخرة. جزاك الله خير. حتى العلماء قال فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الآخرة. فيعني هو من الناحيتين هو يعني صاحب الإيمان والعمل الصالح هو مستفيد. ولابد يعني الإيمان إذا لم يصدقه عمل ما يصح. نعم. والعمل إذا لم يسبقه إيمان كذلك يعني ما يقبل. فلابد يعني كما قالوا هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. يعني إذا علم وما في عمل خلاص حتى العلم راح يرتحل. نعم. فلا بد منه، وبالتالي لا بد من إيمان وعمل صالح. طبعا في إذن لفتة يعني ذكروها يعني تفضلي المشايخ الكرام أن الآية هي جملة شرطية، يعني فيها أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. فأداة الشرط من؟ فعل الشرط عامل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. شنو هو جواب الشرط؟ فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وكذلك يعني استوقفني يعني مقولة لإمام الزاهدين الحسن البصري رحمه الله حيث قال ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فلا بد يعني الإيمان أن يصدق العمل الصالح، يعني ما هو بالتمني، هو مقترنين ما بين. أيوة يعني نقدر نقول يعني عملة لوجهان. نعم وجهان لعملة واحدة، يعني ما وقر في القلب وشنو وصدقه العمل. إذن الآن أبو سالم عندك إمام خطيب وزارة الغاف الشيخ مبارك العجمي أبي مقدمة عن أيضا
الحياة الطيبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اليوم من فينا ما يبي الحياة الطيبة؟ من من الناس اليوم ما يتمنى أو يرجو بأن تكون حياته حياة طيبة، حياة سعيدة؟ ترى هذا مطلب كل البشر، المسلم وغير المسلم، كل الناس اليوم تبي تحيا حياة طيبة. طيب شلون أنا أحيا حياة طيبة؟ الله سبحانه وتعالى ذكرها في هذه الآية. الشيخ السعدي رحمة الله عليه لما ذكر تفسير هذه الآية في تفسيره: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، قال فلا بد من العمل أن يكون مقرونا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وهو مؤمن. طيب فلنحيينه حياة طيبة، هذا جزاءه إذا عمل العمل وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة. لك أن تتخيل الحياة الطيبة في الدنيا وكذلك في الآخرة بإذن الله تعالى، إن أحسن الإنسان إيمانه بربه سبحانه وتعالى. طيب الحياة الطيبة مثل ما ذكر الشيخ السعدي رحمة الله تعالى عليه، قال تكون بسكون القلب واطمئنان الجوارح، المداومة على الأعمال الصالحة، هذه كلها من الحياة الطيبة. والحديث يعني في هذا الموضوع يطول يعني كثيرا، لعل إن شاء الله نتعرض له من خلال. إذن يعني دكتور الغالي دكتور فيصل، أتكلم عن مفهوم السعادة، هل فعلا السعادة هي مؤقتة في الدنيا أم هي دائمة، وهل هناك فعلا سعادة في الدنيا؟ طبعا مفهوم السعادة يعني خلنا نأتي إليه في البداية كمفهوم عام. يعني السعادة لابد حقيقة أن تكون مرتبطة بأمر معين، وهذا الأمر لابد أن يكون لصفة الديمومة والاستمرار. نعم اتفقنا عليه. نعم هذا لابد أن تكون ابتداء. يعني للأسف بعض الناس يربط السعادة في أمور معينة، وأكثرها يربطونها بالمال. بالمال دام وجود المال يعني. نعم بالمال، بالزوجة، بالأولاد، يعني أي أمر من الأمور الدنيوية. الأمور الدنيوية هذه مهما كانت راح تفنى يعني مع المدة. يعني لا تربط سعادتك في أي أمر من أمور الدنيا. ليش؟ لأن الدنيا بكبرها فانية. نعم صحيح. وبالتالي السعادة لابد أن تربط بأمر آخر وهو مرضاة الله سبحانه وتعالى. نعم. أي نعم. فإذا ربطتها بمرضاة الله سبحانه وتعالى فأنت راح تعمل، لأن الله سبحانه وتعالى قال لك يعني زين فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. زين فأنت وأنت تعمل لله سبحانه وتعالى لا تنسى يعني كذلك وازن بين أمورك، وما نقول لك انسى الدنيا، لا أعمل للدنيا. نعم. لكن بنفس الوقت لا تنسى الآخرة. نعم. لا تنسى الآخرة. وبالتالي هنا حقيقة هنا يكون مفهوم السعادة عندنا. مفهوم السعادة بالنسبة للمسلم إن الإنسان يعني يرضي ربه ويرضي خالقه الذي خلقه يعني، وبالتالي حقيقة خلاص يعني هذه السعادة شنو مثل ما ذكرها يعني الشيخ سالم، شنو السعادة؟ السعادة هي طمأنينة داخل القلب. صحيح. وهذا قد يفقدها ناس كثير. يعني يمكن قد يكون الإنسان مالك للمال والعقار وكذا لكن ما في طمأنينة. احنا مشكلتنا دكتور دائما السعادة نشوفها بعيون الآخرين. صحيح. لكن هي موجودة عندك، هي سعادة موجودة. بس أنت مو محقق يعني الثقة الموجودة بالنفس. هي موجودة عندك أنت يعني طالما إن يعني أحيانا تكون بالولد ترى في الحديث فقد حيزت له الدنيا في الحديث بدايته آمنا في سربه من بات آمنا في سربه. نعم. معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا. هذا خلاص هذه هي الدنيا كلها. ثلاث عناصر رئيسية ذكرت في هذا خلاص الحديث. خلاص هذه الحياة أنت لعلك يعني أنت ما تشوفها لأنك أنت ألفتها. صحيح. يعني نعم لأنك أنت ألفتها. لكن إذا أنت يعني صحيت الصبح وأنت معافى في جسدك، وشوف كم مريض في المستشفيات هذه زين، وبعدين أنت في بيتك وفي ديرتك أنت كذلك آمن فيها، تنام ما تخاف ما كذا، ما في خوف مرة واحدة. والله أنا دائما دائما أختم في أي حلقة أقدمها، الأمن
والأمان. صحيح. الاثنين هذيل إذا فقدناهم صحيح. لو مهما تقول عندك مال عندك قوة ما ينفعون. صحيح. الأمن والأمان دام مو موجودين يعني خلاص يعني والشواهد عندنا كثيرة في البلدان اللي حوالينا عسى الله يستر علينا بس. الشواهد. إذا ناخذ فاصل شيخنا القادم. نعم. إذا مشاهدين كرام ناخذ هذا الفاصل ومن بعدها نكمل إن شاء الله. من جديد حياكم الله مشاهدينا الكرام، يا هلا مرحبا فيكم، والساعة المباركة تتابعونا عبر شاشة إثراء، وموضوع حلقتنا نتكلم فيه عن الحياة الطيبة. في البداية الجزء الأول تكلمنا بشكل عام عن الحياة الطيبة، في من قال من خلال زيارة المريض، في من قال أن من خلال أن الإنسان لما يشوف نفسه لا يحاول يطالع الآخرين، أنت عليك بنفسك شوف السعادة اللي أنت فيها سواء كان من نعم أو كان أيضا من خيرات ربنا سبحانه وتعالى وهبها لك. الآن بتكلم شيخنا الغالي أبو سالم مبارك العجمي إمام وخطيب وزارة الأوقاف، بتكلم عن حسن الخلق. لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وهذا أمر جدا مهم، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث مو عشان قبيلة ولا عشان دم ولا عشان عائلة ولا عشان مثلا بلدة معينة، وإنما الأخلاق. هذه الأخلاق هي أساس رئيسي في حياتنا، لأن في كثير من الإنسان من الأشخاص لما تسأله أقل طريقة تقول له شنو خلقه، شنو تربيته، هذه الأمور اللي احنا نبحث عنها. فالسعادة أعتقد أن لها دور كبير أيضا في الأخلاق والتربية. إذن الحياة الطيبة من خلال حسن الخلق. حسن الخلق لا شك أنه يعني مطلب عظيم. قبل أن نتحدث عن حسن الخلق، والدنا الكريم شيخنا الدكتور فيصل عسى الله يحفظه تكلم عن يعني لفتة مهمة جميلة، وهي جميلة جدا، لما قال ترى المال يعني ما هو السعادة ولا هو كل شيء. إذا كان الإنسان يعني يملك الأموال وكذا، السعادة تكون في القلب في الاطمئنان وشراح البال، وهذا في الواقع. يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى ما كان يعني ما كانوا يملكون الكثير من الأموال، ولا بعضهم يعني النبي عليه الصلاة والسلام يمر الهلال والهلالان ولا يوقد في بيته نار صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يعني مات ودرعه مرهونة عند يهودي، ما كانت عنده أموال صلى الله عليه وسلم، لكن السعادة كانت في قلبه عليه الصلاة والسلام. فهذه يعني هذه لفتة مهمة جميلة جدا ذكرها والدنا عسى الله يحفظه الدكتور فيصل. بالنسبة لحسن الخلق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، بل إن حسن الخلق دلالة على الإيمان. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله فلانة تصوم الليل وتقوم النهار، وذكروا له يعني من عبادتها كيت وكيت، صاحبة صلاة وصاحبة أعمال. قالوا يا رسول الله لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، مو بالفعل، باللسان بالكلام. قال لا خير فيها، هي في النار، ما نفعها هذا العمل. فالخلق والخلق الطيب والتخلق بالأخلاق الحسنة هذا مطلب، مطلب ويحث عليه كثير من الآيات والنصوص الشرعية، تأمرنا أصلا بحسن الخلق. إذا من خلال هذه الإجابة عن حسن الخلق أيضا دكتور عبد الله بتكلم على حسن التعامل. طبعا موضوع الحياة الطيبة هو موضوع كبير للأمانة، يعني احنا قاعد نحاول نتطرق على بعض القضايا اللي احنا محتاجينها. لو بتكلم ايضا عن حسن الخلق وايضا حسن التعامل عن هذا الأمر. لا شك ان يعني حسن التعامل يعني هذا اساس ديننا الإسلام وشريعتنا الإسلامية، لان يعني كما قيل يعني الدين المعاملة،
يعني لو نجد يعني في التاريخ الإسلامي يعني أكثر المسلمين الذين دخلوا في مثلا آسيا وأفريقيا ما كان يعني بنشر العلم أو بحفظهم للقرآن وكذلك معرفتهم بأحاديث نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني دخلوا الإسلام بسبب أخلاق التجار، يعني التجار الذين كانوا يذهبون إلى آسيا وأفريقيا من خلال تعاملهم يعني الصدق والأمانة وكثير من الأخلاق الحميدة اللي تحلوا فيها في تعاملهم مع غيرهم، كان هذا السبب في دخول كثير من الناس في دين الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أعلى درجات الجنة في حسن الأخلاق، وهذا ما ثبت عنه صلوات الله والسلام عليه. لذلك ثبت في سنن أبي داود حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وزعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذبة وإن كان مازحة، وزعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. يعني زعيم بيت يعني ضامن لبيت في أعلى الجنة حق منه؟ لمن حسن خلقه. كذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يقول إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يعني تخيل صائم النهار وقائم الليل، من اللي يعلو في المرتبة اللي حسن الخلق؟ فلا شك أن حسن الخلق وكذلك حسن المعاملة يترتب على دخول الناس في دين الله أفواجا، وكذلك محبة الناس لهذا الدين الإسلامي وكذلك شريعتنا الإسلامية. جواك الله دكتور الغالي. أنا بوقف من حيث ما انتهى شيخنا دكتور عبد الله. مصطلح المراء، أكيد هذا المصطلح يعني لها معنى من ناحية اللغة العربية والاصطلاحية، لها معنى. شرح هذا المعنى، لأن أنا واحد من الناس صراحة قريت عنه، لأن المراء له بصراحة درجة أعلى من اللي احنا عارفينه. فشيخنا قالي أبو صالح لو نتكلم عنه مفهوم المراء وما المقصود فيه. طبعا المراء اللي هو الجدال. نعم. الجدال طبعا العقيم، يعني ما يعني في بعض ليس الجدال وإنما الجدال العقيم. اي نعم، يعني في بعض الأحيان الواحد يجادلك يبي يوصل حق مثلا الخير ويبي للفائدة، هذا اللي تطلع معه بالنهاية بنتيجة. نعم. في بعض الأحيان مهما شرحت له مهما بينت له بس يبي يجادلك، ما تطلع معه بالنهاية، التعب روحك معه وهو أصلا ما يبي يستفيد منك. نرجع لوقفة للدكتور الله يجزاه. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام يعني الإنسان كل ما زادت عبادته وكل ما زاد طاعته لله سبحان الله وجد السعادة، وجد الأنس والسكينة، والدليل رمضان، يعني سبحان الله الناس صايمة تقرأ كتاب الله، صلة الرحم، إفطار الصائم، سبحان الله تجد أنك في نعيم، يعني تجد راحة ما تلقاها أصلا طول أيام السنة. صحيح. والسبب كثرة الأعمال الصالحة. والنبي لما عليه الصلاة والسلام دخل المدينة، يقول عبد الله بن سلام أول حديث أول ما دخل قال: يا أيها الناس شوف الأعمال الصالحة، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس تدخلوا الجنة. حتى الكلام ما من أجمل ما يمكن سبحان الله، سياق الكلام يعني كلها أعمال صالحة. يعني بل أن أحد الأخوة يقول أنا جربت أن حديث أبشر السلام بينك، قال هو مو يعني تصديق بالحقيقة، قال بجربه بأحد يعني الجمعيات. يقول دخلت أحد الجمعيات وأروح ساعة مثلا عند الكاشير السلام عليكم، العمال السلام عليكم، بين الأرفف السلام عليكم. يقول نسيت، يقول سبحان الله، بس أنا كل ما دخلت لازم أسلم على الجمعية. يقول مرة من المرات يقول سبحان الله نسيت، دخلت مع أم عيالي، دخل وين الجمعية؟ شوف هذا حد يعني الرسول يقول أولا أدلكم على شيء إذا فعتوه تحببتوا أبشوا السلام بينكم. يعني يقول سبحان الله دخلت، يقول ما رحت مكان إلا طلع لي واحد سلام عليكم. رحت أم عيالي قالت له أنت وبعدين، أي يعني أم عيالي يعني لدرجة قالت وبعدين نشتري أغراضنا. يعني سبحان الله كل ما راح مكان، والسبب يقول أنا ما سويت شيء بس سلمت عليهم. ما تجد ناس سبحان الله في عمل أو في دوانية أو في جيران بينهم سلام إلا تلقاهم سبحان الله بينهم سبحان الله محبة وبينهم يعني ألف عجيب. وهذا يعني خصلة من يعني شو اسمه من خصل اللي وصى عليها النبي، أبشر أولا أدلكم على شيء إذا فعل أبشر السلام بينكم. نعم. فطبعا كثرة الأعمال الصالحة هي من أعظم الأسباب طاعة
طبعا اللي تكون في سعادة طبعا الرجل والمرأة، وطبعا في الأعمال تتفاوت، يعني مثلا إصلاح ذات البين، يعني لما يصلح يعني يتفاوت حتى إصلاح ذات البين، اللي يصلح بين إخوانه نفس لما يصلح بين البنت وأمها طبيعي يختلف، بين الولد وأبوه، اللي يصلح بين عائلة يصلح بين قبيلة طبيعي الأجر يتفاوت ولا والخير أكثر، يعني اللي يصلح بين قبيلتين هذا طبيعي أجره أكثر، واللي يصلح يعني كذلك بين الدول هذا أجره يعني ياخذ أجر الناس هذه كلها. فالإنسان كل ما أكثر من الأعمال الصالحة كل ما سبحان الله، يعني أحد كأن أحد الصحابة يقول إذا أهل الجنة باللي إحنا فيه لأنهم في يعني حياة في نعيم، يعني في عيش طيب. يعني شيخ الغالي أيضا أبو صالح إماطة الأذى عن الطريق يعني أيضا من الأعمال الصالحة، يعني أيضا من الحياة الطيبة. لو نتكلم عن هذا الحديث بشكل مختصر، بل النبي عليه الصلاة والسلام يقول رأى رجل يتقلب الجنة يقول بغصن شجرة، يعني أنت خاصة بوقتنا مثلا ربما أنت تكون من أهل الجنة وبعمل ما تروح مثلا تشوف مثلا حفرة تدق على التلفون يا جماعة ترى يمكن هذه مرة مع عيالها بالليل ما تشوف، ممكن تدخل بالحفرة، ممكن تشوف مثلا خشبة خاصة بالبر أو مكان أنت تقوم تزيحه، يقول رسول رأيت رجل يتغلب بالجنة أمر يعني ما يخطر، يقول في غصن شجرة النبي يرى يتغلب في الجنة. الأعمال كثيرة يعني، ولكن من أسبابها كثرة الأعمال الصالحة، وهم طبعا منها الأعمال ذكر الله. إذا شيخنا قال نوقف عند ذكر الله لأن عندي فاصل دكتور عبد الله راح أخليها معك إن شاء الله كاذب. إذا مشاهدينا الكرام نأخذ هذا الفاصل القصير ومن بعدها نكمل. من جديد حياكم الله مشاهدينا الكرام، يا هلا ومرحبا فيكم، الساعة المباركة تتابعونا عبر شاشة فراء. الآن وصلنا في الجزء الأخير من برنامج ديوان، وعنوان حلقتنا تكلمنا فيها عن الحياة الطيبة. اختلاف الحياة الطيبة ما هي إلا نابع مننا إحنا، كل واحد فينا يقوم بعمل طيب يخدم فيه أولا نفسه، ثانيا أفراد، ثانيا المجتمع. كل هذه ما هي إلا وقفنا عند حديث الرسول صلى الله عليه وسلم دكتور عبد الله، وهو إماطة الأذى عن الطريق. ليت نستكمل على هذا الحوار. لا شك أن إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان، وهو أدنى شعب الإيمان، وهذا ما أخبر فيه نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 70 شعبة، وفي رواية 60 شعبة. أعلاها إماطة الأذى عن الطريق، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فأعلى شعب الإيمان قول لا إله إلا الله، وأدنى شعب الإيمان إماطة الأذى على الطريق. فلا شك أن إماطة الأذى عن الطريق هي من شعب الإيمان ومن يعني أخلاق الإيمان. ومثل ما ذكر الشيخ عبد الله أن الرجل يتقلب في الجنة بسبب إزالته لغصن شجرة، وحتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة رجل يعني كان سبب دخول الجنة أنه كان يزيح الأذى عن طريق المسلمين. فلا شك أن يعني إماطة الأذى يعني من الأمور التي ينبغي على كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة يعني الحرص عليها، لأنها من شعب الإيمان كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. إذا الآن بتكلم معك دكتور الغالي دكتور فيصل أيضا من على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى وأيضا ذكر الله سبحانه وتعالى. لا شك بأن ذكر الله له دور كبير في يعني تهدئة النفس، ألا بذكر الله تطمئن القلوب على هذا الأمر. قبل أن ندخل على الذكر، قضية إماطة الأذى عن الطريق، أنا ودي أقف عند الطريق. نعم. الطريق اللي هو السيارات. صحيح. يعني إماطة الأذى عن الطريق، وبالتالي لازم الطريق هذا يكون مفسوح دائما، لأن الطريق هذا الجميع يستعمله. فالرسول عليه السلام بين لنا أن يعني إماطة الأذى كان أي أمر بسيط هذا يعني تزيله لك هذا الأجر العظيم. فما بالك لما الإنسان يفسح المجال للآخرين في كل أمر والأمور. تطلع على سبيل المثال من الجمعية، شوف لو واحد مسكر عليك، ليش يا أخي؟ يجيك يقولك والله أنا 5 دقائق قلت بروح وأرجع. إنزين ماخ على 5 دقائق تأثر. أنا عندي شغل. زين شيخ حتى ظاهرة العربانة اللي يخلونها بنص الشارع. صحيح. ولا عربانة حاطة بنص الشارع؟ لا مو كذي، بعض لهن حتى الشارع العام وأنت تمشي فيه بالسيارة هذا من حق الجميع إنهم يعني يسلكون ويمشون فيه. وبالتالي مو من حق أي واحد إنه يتجاوز الآخرين بطريقة غير يعني سليمة وكذا. وهذا كذلك هذا من الأمور اللي الإنسان
حقيقة ما يفطن لها ويعتبرها بعض الأحيان لا هو مستعيل أو هو يعني هذا قضايا مرورية ما لها علاقة في ديننا وكذا. لا لا هذه لها علاقة بالدين. إيه نعم. أو أنت تكون واقف في زين يعني طابور من السيارات أي واحد من فوق ها ويدخل اللفة عليك. إيه نعم هذا الطريق هذا نتكلم فيه. أنت الآن بهالطريقة هذه أنت أذى. إيه نعم إيه. أنت نفسك أنت, أنت نفسك أذى أنت. إيه نعم إيه. لأن هذا الطريق أنت ما فسحت للآخرين بل بالعكس أنت الآن عرقلت الآخرين عرقلت الأمة هذه كلها وراك علشان أنت فقط. إذن هذا هذا من جانب. جانب ذكر الله سبحانه وتعالى لا شك يعني ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهو يعني لا شك يعني هو أعلى الأمور يعني. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني لا شك أعلى له القرآن الكريم. وهو الله سبحانه وتعالى جعله يعني شفاء وجعله رحمة. وبالتالي يعني لابن الإنسان يعني قضية القرآن الكريم بداية يومه يبدأ بالقرآن الكريم. ما في شيء ثاني غير القرآن الكريم. يعني أول ما تبدأ يومك قبل لا تفتح تلفونك وتطالع الرسائل اللي عندك لا 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 أولها تقرأ وردك. مهما كنت متعب كنت متعب على الأقل جزء من وردك وتكمله بعدين لكن بدايتك في القرآن الكريم. نعم. من ذكر الله سبحانه وتعالى. بالتالي ليش؟ لأن حقيقة يعني الأمور فيما بعد كلها تترتب على هذا الذكر يعني. وبالتالي الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا الأذكار الكثيرة يعني بعد حفظك القرآن الكريم تحفظ الأذكار ليش؟ زين حتى يعني تهدأ أنت. أذكار في كل أمر من الأمور يعني كل جوانب حياتك من تصحى الصبح إلى أن تنام بالليل ما في حقيقة قضية من القضايا إلا وفيها ذكر معين. نعم. علمك ليش الأذكار هذه حتى ترتبط بالله سبحانه وتعالى من جهة وحتى تطمئن. نعم. إيه نعم. وهذا وهذا اللي سبب بالتالي مرجع الى صحيح. الحياة الطيبة اللي احنا من حيث ما انتهى دكتورنا الغالي تفضل شيخنا الغالي. ذكر الله سبحانه وتعالى هو ايسر العبادات. نعم. واخف العبادات ولذلك يعني ثبت في مسند الامام احمد من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه ان رجل اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله ان شرائع الاسلام قد كثرت علي فهل لباب نتمسك به جامع؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فذكر الله سبحانه وتعالى عباده يسيره. نعم. وميسوره لكل احد. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كما في الصحيحين حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهما خفيفتين على اللسان وفي المقابل ثقيلتين في ميزان العبد يوم القيامة ومع ذلك حبيبات إلى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. فذكر الله سبحانه وتعالى عبادة يسيرة ومع ذلك هي ثقيلة في ميزان العبد يوم القيامة. وكذلك الأذكار عموما هي حبيبة إلى الله سبحانه وتعالى. أنا أوقف عند الدكتور عبد الله بغيث. موضوع الأذكار الصباح والمساء لها دور كبير أيضا شيخ الغالي بسالم. أتكلم عن التوكل. لا شك بأن أي شخص أول ما يطلع من البيت لابد أن يكون له أذكار خاصة فيه. لأنه بتكلم أيضا عن الحياة الطيبة خاصة في شؤون الأذكار الصباح والمساء. كثرة ذكر الإنسان لشيء من الأشياء دليل على محبته لهذا الشيء وكثرة كذلك ذكر الإنسان لله سبحانه وتعالى دليل على محبته لله سبحانه وتعالى ودليل كذلك على ارتباطه برب العزة والجلالة سبحانه وتعالى. الأذكار لما تفضل شيخنا والدنا الدكتور فيصل عسى الله يحفظه لما قال بأن سبحان الله تجد كل شيء له ذكر في حياة المسلم من الصباح إلى المساء حتى على فراشك وأنت تتقلب هناك ذكر. دخولك للمسجد خروجك من المنزل دخولك من المنزل في كل شيء هناك ذكر. هذا دل على أن يعني الغرض من هذه الأذكار كلها هي ربطك بالله سبحانه وتعالى. طيب إذا خرج الإنسان من المنزل قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب جاء كذلك في الحديث اللهم أني أعوذ بك من أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. شوف سبحان الله ذكر عظيم تقوله يعني وأنت خارج من هذا المنزل. دعاء دعاء عظيم والله يا إخواني. الواحد لما يتأمل كيف الله سبحانه وتعالى يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم هو المؤيد بالوحي صلوات ربي وسلامه عليه كيف كان يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وكان يحسن توكله بالله سبحانه وتعالى شديد الضراعة حتى في يوم بدر
وهو بشر بالنصر العظيم. مع ذلك أتاه أبو بكر وقال يا رسول الله لقد أكثرت. جاء أبو بكر دخل عليه وهو رافع يدينه صلى الله عليه وسلم ويدعو الله سبحانه وتعالى، يدعو الله ويستغيث بالله عز وجل أن الله يؤيده وينصره بنصر من عنده سبحانه وتعالى. فهذا أندل يا أخواني دل على أهمية ذكر الله سبحانه وتعالى في حياتنا، ومن أعظم الذكر مثل ما قال شيخنا القرآن الكريم، القرآن هذا أعظم الذكر. إذن الآن لا شك شيخنا الغالي أبو صالح ودي أتكلم معك على أمر جدا مهم وهو حسن الظن. هذه مشكلة كبيرة قاعد نواجهها في مجتمعنا، نواجهها في دواماتنا، نواجهها في حتى يمكن في شؤون الأسرة. حسن الظن له دور كبير في إسعاد الناس، حسن الظن له دور كبير أيضا في الحياة الطيبة. من خلال حسن الظن شيخ القالي شلون نقدر نخلي حسن الظن دور أساسي في حياتنا بأن تكون حياتنا طيبة وسعيدة؟ طبعا حسن الظن ينقسم قسمين، قسم أنك تحسن الظن بالله، وقسم الثاني أنك تحسن الظن بالناس. طبعا بالناس حادثة النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أحد أزواجه، فمر الصحابة يعني فأسرعوا فقال على رسلك صفية يعني زوجته، فخاف النبي عليهم أن يظنوا فيه فبين لهم قال يا رسول الله يعني يظن فيه، قال أنا خاف أن الشيطان يجري من ابن آدم يعني أن يظنون بالنبي هم يهلكون يعني. هذا طبعا حسن الظن كثير يعني، مثلا يعني الإنسان يحسن الظن بأخوانه، بعض الأحيان تشوفه مثلا بالتلفون أونلاين مثلا تحاول تتصل ما يرد على كمثال، هذا هو واقعنا في مارد. أنا أعرف أعرف أحد الأخوة يقول أتواصل معه كان يقول له ليش ما ترد بروحه الحين، قال ليش ما رديت عليك، يقول أنا مو متبع ليش ما رديت، المهم بروحه زعل وحكم على شيء صكب لك بعد لا ما صكب. عقب فترة سبحان الله الشخص هذا بيعزمه، قال لي انا ذيك المره تواصل معك، قال لي انا مسوي مسحه تعبان، قال لا انا اسف. وانا انزين احسن الظن بالله يعني ممكن يكون الشخص مريض، ممكن يكون يعني في الف سبب. طبعا احسان الظن بالله طبعا يعني مثل ما ذكر الله يبارك في شيخنا ان حتى دعاء الخروج لما انت تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، انا انصح كل انسان يحفظ عياله وام اولاده وابناء. أنت تدري هذا الدعاء لما تقول شنو يعني يحصل لك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول كفيت ووقيت وهديت، يعني الملك يقول كفيت وهديت ويتنحى عنا شيطان، يعني هذا أول سبب أنك تحمي نفسك وتحمي أبنائك وأسرتك. الأمر الثاني الرسول يقول مثل الحي والميت، طبعا مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، مثل الحي والميت. هذا باختصار اللي تشوفه يذكر الله هذا بيوصف النبي حي، واللي ما يذكر الله بيوصف النبي هذا ميت لا شك. إذن الآن شيخنا الغالي الدكتور فيصل أيضا من خلال يعني حسن الظن بالناس، وأيضا لما تكلمنا عن إغضاء حوائج الناس تكلمنا فيها بشكل عام يعني بأمور كثيرة عن الحياة. الآن ودي أتكلم عن أمر مهم وهو بأن الإنسان نفسه يجب أن يكون مصدر سعادة للآخرين. هذا الأمر هو دارج تحت يعني بند إغضاء حوائج الناس سواء كان معاملات أو أمر آخر. لو نتكلم عن أن أنت الإنسان يجب أن تكون لك مصدر خاص في سعادة الآخرين، صحيح هل ودنا نقوله يعني الإنسان لا فقط يبحث عن يعني سعادة لنفسه، لا خليك أنت سعادة شأن الآخرين يعني. وهذا حقيقة لابد نفقهها يعني كل إنسان مسلم. يعني الإنسان المسلم مو معناه أنه لأنه جاد ها المفروض دائما يعني مكفهر الوجه، لا 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 خليك مبسط مع الناس ثانيين، خليك تضحك. النبي عليه الصلاة والسلام ما شهد إلا مبتسما وفي رواية بساما يعني من كثرة الابتسام. إيه نعم، فالحقيقة حادثة للنبي عليه الصلاة والسلام شلون هو كان مصدر سعادة للآخرين. دخل السوق في يوم من الأيام وجد أحد الصحابة يسمى زاهر، هذا كان يسكن في البادية ويأتي ببضاعه يبيعها ويرجع مرة ثانية. فعلى طول لما جاء من خلفه معطيه ظهره زاهر ما شافه، فاحتضن النبي عليه الصلاة والسلام. وزاهر يبي لأنه ما يبي تفكك، فلما التفت شافوا إذا بالرسول عليه الصلاة والسلام، فبدأ يلصق ظهره بسد النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضحك وقال زاهر ها باديتنا ونحن حاضرته،
يعني بمعنى أن زاهر يأتينا يعني بالبضاعة من البادية وإحنا كذلك نحفله يعني نعطيها بما عندنا من البضاعة بالحاضرة. المهم وبعدها وهو ماسك الزاهر فقال من يشتري هذا العبد؟ نعم. أي نعم. فزاهر قال له إذن تجدوني يا رسول الله كاسدا. فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال لكنك عند الله لست بكاسد. هذا مصدر السعادة. هذا مصدر السعادة الحقيقة. شلون النبي عليه الصلاة والسلام أسعد زاهر ها بهذه الكم كلمة الملاطفة البسيطة. يعني ملاطفة بسيطة وبنفس الوقت يعني أعطى هالكلمة اللي أسعدته اللي ما تشيل. أنا أعتقد حتى لو يروح بدون أي بضاعة يكسبها خلاص يكفي أنه يكفي أخذ هذه. فهذا اللي أنا أقول أن الإنسان دائما لازم يكون مصدر حقيقة سعادة الآخرين من راحة خدمتهم. يعني ابن عباس لما يقول كم واحد ما أقدر ما أستطيع عن مساعدتهم أو مكافأتهم، واحد وسع لي في المجلس، واحد ناداني بأحسن الأسماء إلي، إلى آخره. قال أما الأخير فلا يكافئه عني إلا الله عز وجل. فقالوا له من هو هذا يعني لا يكافئه؟ يقول الأخير هذا حتى أنا ما أقدر أكافئه يعني. قال رجل ألمت به حاجة فبات ليلته يفكر في من يقضيها له، فوجدني أهلا لقضاء حاجته فأوقعها فيه. يقول فهذا لا أستطيع أن أكافئه، ما يكافئه عني إلا الله عز وجل. يعني هذه حقيقة يعني لأن هذا كذلك أصل مصادر إزعاج إسعاد. تصور إنسان عنده حاجة يفكر ليلته الكاملة يعني معضلة مشكلة من حلها حقه. اي نعم. وبعدين ما والله ما وجد الا فلان ولا ابو فلان ولا كذا. نعم. وراح يقول هذا ما استطيع انا، يقول انا ما استطيع اكافئه. نعم. زين هذا ما يكافئ الا الله. جواك الله الدكتور الغالي. اخوي ابو سالم ايضا بتكلم على ان الانسان يجب ان يكون مصدر سعاده الاخر. انت عارف الحين احنا وقتنا بالصيف والناس دائما يعني تعبانه من يعني شده درجه حراره الجو. لو نبي نعطيهم ايضا بعض الرسائل بان انت خلك مصدر سعاده الاخرين، وانت عارف اغلب المشاكل تصير مثلا في الطرقات او ايضا في المجمعات. نعم. لو نتكلم على هذا المبدا. والله المسلم ايجابي اينما وقع واينما حل. الامور التي يعني فيها سعاده للناس كثيره. انا بضرب مثال واحد لو يسمحوا لي مشايخنا الفضلاء. هذا المريض اللي آلمه المرض وانهكته الأدوية والمغذيات، قد يكون من الأقارب، قد يكون من الأصحاب، قد يكون من عامة المسلمين ما تعرفه. زيارتي للمريض هذا والله لو يعلم الإنسان ما في زيارة المريض من الأجر العظيم ومن الثواب ومن السعادة التي تأتي في قلب هذا المريض لحرص أن يعني يكون في يومه ضمن جدوله اليومي زيارة المريض وعيادة المريض. قواك الله شيخنا الغالي أبو سالم. لا شك مشاهدين كان الآن وصلنا في الختام، كلمتك الأخيرة شيخنا الغالي دكتور. إن كان من كلمة يعني هذه نصيحة أنصح بها نفسي وأنصح بها أخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات، يعني اتباع الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، وأعظم هذه الوسائل هو الإيمان بالله وكذلك العمل الصالح. شيخنا الغالي أبو صالح كلمتك الأخيرة. كثر ما تقدر ساعد الناس وابشر بالخير، ما ياكل خير راح إن شاء الله يحق أبنائك إن شاء الله. آمين يا رب. شكرا لك دكتورنا الغالي. دكتور فيصل كلمتك الأخيرة. بيتك هو مصدر سعادة المجتمع كله، فحرص على إسعاد أهل بيتك. تسلم ما قصرت شيخنا الغالي أبو سالم كلمتك الأخيرة. الله يرضى عليك. كن أيها المسلم إيجابيا ومصدر سعادة لنفسك أولا ولمن هم حولك. ما قصرتوا مشاهدينا الكرام. لا شك ان الحياه طيبه، احنا بدينا نصنع هذه الحياه اذا نبيها طيبه ولا نبيها سيئه. خل الناس تدعي لمن رباك، خل الناس يشوفون السفير لعائلته. يعني احنا كلنا مرينا بامور كثيره، في منا سافر، في منا جلس داخل الديره، في منا راح كان طلبه، كانوا ما يعرفون عوائلنا لكن كانوا يعرفون اشخاصنا. فانت مصدر سعاده الاخرين، هذا امر فيك انت. واذا الناس تبي تحكم عليك تتحكم على عائلتك ترى من خلال أخلاقك ومن خلال تربيتك. أسأل الله العظيم أن يحفظ بلدنا من كل مكروه ويديم علينا نعمة الأمن والأمان. مع السلامة.